مضغوط عليه، تمريره خاطئه تماما، تعود الى نديم، نديم صباغ وتمريره باتجاه نصوح نقدل، يحاول انطلاق وحيدا على الجهه اليسرى، ممكن يلعب الكره العرضيه، نصوح يمر، نصوح عبر ولعب الكره العرضيه على القائم البعيد، الله، الوافد الجديد، الوافد الجديد في ليلة عيد، في ليلة عيد لمنجد يفتتح أهداف المباراة بتسديدة، بتسديدة في المرمى الخالي، رائعة جدا للكرة الماضية من نصوح نقدلي، والمتابعة من محمد مالطا، تألق وتعملق طه موسى في إبعادها، ولكن وين؟ أحمد لمنجد في المكان المناسب وفي الموقع المناسب، يتمركز يسجل ويودع الكرة الشباك، أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة وأول أهداف الوافد الجديد لفريق تشرين أحمد لمنجد. إذن هدف تشرين لأشياء الفتوة، لكن عينك على نصوح، يا سلام عليك يا نصوح، المرور بشكل رائع من كرم عمران وعرضية بالمقاس، بالمقاس يا سلام عليك، وتدخل في المرة الأولى من طه موسى، ولكن ولكن وين؟ لمنجد في المكان المناسب يسجل أول أهداف المباراة.